يلا نروح نشوف يحيى وكنوز هيقولوا لنا ايه النهارده ونرجع تاني على طول. اخيرا كسبنا. بيكوا يا أصحابي، النهاردة يحيى وكنوز وسينو هيحكي لكم حكاية جميلة قوي عن عواصم مصر التاريخية. يلا بينا نشوف. هو أنتوا بتحلوا واجب إيه؟ دي أسئلة في المعلومات العامة، يعني مش في موضوع ولا مادة معينة يا سينو. طب إيه رأيك أساعدك في إجابة أسئلتك وتساعديني في سؤالي؟ طيب ابدأ أنت الأول. السؤال: مين من المصريين اللي قدر يحصل على جائزة نوبل؟ الدكتور أحمد زويل حصل على جائزة نوبل في الكيمياء، والكاتب الكبير نجيب محفوظ حصل على جائزة نوبل في الأدب. يا سلام عليك يا كنوز، قولي لي بقى سؤالك. مين اللاعبة المصرية اللي حصلت على الميدالية البرونزية في الكاراتيه في أولمبياد 2020؟ بما أني بحب الرياضة ومتابع كل الأخبار، أقدر أقولك بثقة اللاعبة جيانا فاروق هي اللي حققت الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو 2020. طيب آخر سؤال بقى، إقليم القاهرة الكبرى بيضم كم محافظة؟ 3 محافظات، القاهرة والجيزة والقليوبية. بس أنا دايماً بسأل نفسي، عاصمة مصر الحديثة هي القاهرة، طيب ومصر القديمة كانت عاصمتها إيه؟ منف، المدينة اللي بناها الملك مينا؟ بس هل عاش فيها ملوك تانيين يا سينو من بعد الملك مينا؟ فضلت عاصمة كبت لحد الأسرة التامنة. اتنقلت العاصمة بداية من الأسرة التاسعة لمدينة أهناسيا، وفضلت كده طول حكم ملوك الأسرة التاسعة والعشرة. لما كنا بنشوف خريطة مصر القديمة، بابا قال لي إن أهناسيا موجودة دلوقتي في محافظة بني سويف. أما العاصمة اللي حكم منها أسرة وحيدة بس كانت اللشت، أو بالهيروغليفية استاوي، ودي العاصمة اللي اختارها ملوك الأسرة الاتناشر، ومنهم أم النحات الأول والتاني وسنوسرت الأول والتاني لحد الملك سبك نفرو، عشان تتنقل العاصمة لأشهر وأهم عاصمة في تاريخ مصر القديمة. أنا عارفها يا سينو، أكيد مدينة طيبة. برافو عليك يا يحيى، طيبة شهدت خروج أقوى ملوك كيمت، ومنهم اللي قاوموا الهكسوس لحد ما قدروا يطردوهم ويقضوا عليهم. طيبة بقى هي الأقصر في زماننا دلوقتي يا سينو. الأقصر فيها آثار مصرية عظيمة، وكل سنة ناس كتير قوي بتيجي من كل بلاد العالم عشان تزورها وهم مبهورين بجمالها. وكمان يا كنوز، في العصر الحديث اكتشفوا فيها مقابر وادي الملوك، أشهر مقبرة ملكية في العالم، واللي كان فيها مقبرة توت عنخ آمون صاحب أشهر كنز ملكي في التاريخ. توت عنخ آمون حكم كبت بعد والده أخناتون، اللي نقل الحكم لفترة مؤقتة لمدينة تل العمارنة، لكن توت قرر يرجع مقر حكمه تاني لطيبة، لكنه توفي في سن صغيرة، وتولى الحكم بعدها الكاهن إيه، ثم الملك حور، ثم الملك حور محب، واللي ما كانش من سلالة ملكية لكنه كان قائد عسكري عظيم قدر يحافظ على الأمان في كيمت. نقدر نقول إن كل شبر على أرض مصر في يوم من الأيام كان مركز للحكم وشاف أحداث مهمة. طبعاً يا كنوز، سواء عواصم تاريخية لمصر أو عواصم حديثة نتيجة للتطور والتقدم في زماننا دلوقتي. كده أنتوا خلصتوا الواجب بتاعكم، وأنا حكيت لكم حكاية النهاردة. يلا بينا نلعب بقى. وبعد ما شفتوا حكاية النهاردة، قولولي بقى إيه رأيكم فيها؟ جميلة قوي. وبكده خلصت حكايتنا، استنونا في حكاية جديدة ورحلة سعيدة.